بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موعدنا في الحلقة النهاردة مع الإصحاح التاسع من سفر الرؤيا. الختوم السبعة عبارة عن علامات تمثل وبتشرح لنا ما سيحدث في الكنيسة في خلال مسيرتها. وكنا تقابلنا مع الختم السابع لما ابتدأت الأبواق السبعة. وفي الإصحاح الثامن المرة اللي فاتت تقابلنا مع أربعة من الأبواق، ومعادنا النهاردة في الإصحاح التاسع هنتقابل مع الثلاثة أبواق المتبقية من الأبواق السبعة، وكلها إنذارات ربنا بيقدمها للإنسان عشان يرجع ويتوب قبل فترة مجيء ضد المسيح. والأبواق الثلاثة الأخرانية اللي هنتقابل معهم النهاردة عبارة عن ثلاث ويلات، وهي إنذارات بضربات شديدة في نهاية الأيام لدعوة الناس إلى التوبة. هنبتدي نقرأ مع بعض الأول الأعداد من عدد واحد لعدد 12. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، وجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حمات، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر، ولها ملاك الهاوية ملك عليها اسمه بالعبرانية أبدون، وإله باليونانية اسم أبوليون. الويل الواحد مضى، هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا. البوق الخامس ابتدى بأنه شاف كوكب سقط من السماء إلى الأرض. الكوكب اللي سقط من السماء إلى الأرض ده قد يكون رئيس ديني كبير، وفي سقوطه استطاع أنه يسقط معاه كثيرين، أو قد يكون الشيطان نفسه، لأن رب المجد شافه رأيت الشيطان ساقطا، وقد أعطي أن يجرب الساكنين على الأرض. ولكن طبعا عدو الخير ملوش حرية أنه هو يجرب كما يشاء، ولكن كما يسمح له الله، وده كان واضح جدا في قصة أيوب. فقد يكون النجم الكبير ده رئيس ديني كبير سقط وأسقط معاه كثيرين، قد يكون الشيطان نفسه، قد يكون ملاك نزل من السماء ليعطي سماح لإبليس أنه يجرب الساكنين على الأرض، وطبعا في الحدود اللي ربنا بيسمح له بيها. ودي بتورينا قد إيه عدو الخير كان سلطان مقيد بعد الصليب، لكن الملاك نازل يطلق يده ولكن في حدود معينة. وأعطي مفتاح بئر الهوية. في العهد القديم الهوية في نظر الناس كانت عبارة عن حفرة ما يعرفوش يعني بتودي فين، أخرها منين يعني، وكان يلقي فيها عدو الخير، يلقي فيها الأعداء اللي بيستلم أرواحهم. وهنا المعنى أنه أعطي مفتاح بئر الهوية، يعني الملاك سمح للشيطان أن هو ينشر ضلالاته ولكن في الحدود اللي ربنا بيحددها، يعني سمح له بيتصرف بحرية بس في الحدود اللي هو رسمها له. أدي المعنى. اللي حصل بقى إيه هنا؟ إن صعد دخان، لما فتح بئر الهوية صعد دخان. هنا الدخان بقى ده
عبارة عن أفكار الشياطين، حروب فكرية جاية في شكل دخان. قد تكون أفكار إلحاد زي الشيوعية، زي الماركسية، زي الوجودية، ودي كلها كانت بتحارب وجود الله، بتنكر وجود الله، ولكن ربنا سمح بيها لأن الناس تضخمت ذواتها في أعين أنفسهم ودخلهم كبرياء، فسمح الله لهم بهذه الفلسفات وابتدوا يتكلموا عن إلغاء وجود الله. وقد تكون أفكار دينية ولكن مشوهة، يعني أحيانا تنتشر أفكار دينية خاطئة زي الأساطير، يعني لما يقال إن مثلا ما كانش في حد اسمه آدم وحواء، ده كان مجرد أسطورة موسى كتبها عشان بس يخوف الناس، أو مثلا أفكار حتى لو كانت مبادئ أخلاقية. في فرق بين الإيمان والالتزام بمبادئ الدين كإيمان، وبعدين لما نتكلم على الدين كأخلاقيات نقول بقى ما فيش حاجة بقى للغفران وللدم وللصليب وللفداء والكل دي حاجات ملهاش لازمة ننكرها، ونبتدي نتكلم على أخلاقيات. في فرق بين الاثنين، في أفكار دينية ولكنها خاطئة، ولكن الإنسان بدون الله لا يتحمل إن هو يعيش في هذا العالم بمعزل عن الله. لو عاش الإنسان بمعزل عن الله قد يتجه إلى أن هو لا يشعر بقيمة وجود نفسه، قد يؤدي الأمر به إلى الانتحار، وده اللي إبليس عايزه، أنه هو يحطم حياة الناس. وذكر في إحدى المعجزات لما المسيح كان بيخرج الشيطان، أن الشيطان كان بيعذب الإنسان اللي كان يملكه وعايز يلقيه في النار، وساعتها رب المجد قال أن الشيطان كان قتالا للناس منذ البدء. وهنا بقى بيجي أهمية عمل الروح القدس في الإنسان المؤمن أنه بيعزيه، يقول كده: ومتى جاء الروح القدس المعزي، فعمل روح الله في داخلنا أن هو يعزينا ويثمر فينا روح الفرح والسلام وطول الأناة والصبر. فاللي بيحرم نفسه من معرفة ربنا بيحرم نفسه من هذه الثمار، فيعيش في ألم فظيع جدا. وعدو الخير دايما يحاول ان هو يلهي أولاد الله عن محبتهم لربنا ويهاجمهم، فيشعروا انهم بدون بلا سند في هذه الضيقات في الدنيا، ويستفرد بيهم ويهلكهم. اللي حصل هنا ان اظلمت الشمس، الشمس تشير للسيد المسيح واللي هو شمس البر، فهؤلاء عزلوا أنفسهم بقبولهم الأفكار الشيطانية، فانحجبت عنهم مع المعرفة السماوية ودخلهم الحيرة والقلق. يقول كده الكتاب المقدس: لأن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. هنا بقى الدخان خرج منه جراد. طبعا انتوا عارفين الجراد لما بيدخل على حقل من الحقول بيدمر كل شيء، يبدد كل الخضرة وكل، لا يترك وراء إلا الخراب. وفعلا الأفكار المضلة الشريرة لما بتدخل في تملأ قلب إنسان بتدمر كل حياته، بتدمر حياة الناس. والبداية إن الإنسان حب إن هو يشعر بنفسه مستقل عن الله في نوع من الكبرياء والإعجاب بالذات، وبعدين عدو الخير حط قدام الناس أفكار وفلسفات كلها إحساس بالذات، يعني إن الإنسان تتعظم ذاته وتكبر ذاته فيستقل عن الله ولا يشعر إن هو يحتاج إلى الله. فمن يعزل حياته عن الله لا يستطيع الله إن هو يهب السلام أو يعطيه التعزية أو الإرشاد. الناس اللي بينكروا وجود ربنا، بيرفضوا وجود الله في حياتهم، بيعيشوا في عذاب الضمير وما بيشعروش بقيمة وجودهم وأهمية وجود ربنا في حياتهم. فالبوق الخامس اللي بوق، اللي هو كان الويل الأول، كان عبارة عن بداية إطلاق الشيطان، وهتبقى حربه ضد البشرية حرب فكرية، وضلالات هتعزل الإنسان عن معرفة ربنا، ويستفرد الإبليس بالإنسان فيعذبه ويعطيه يأس وعدم إحساس بقيمة الحياة. لكن الإنسان لا يجد راحته إلا في رجوعه إلى الله.
برضو هنا ذكر حاجة، قال على العذابات اللي بيشوفها الإنسان إنها كما لعقارب. دي لدغات الآلام النفسية بقى، لما الإنسان يشعر إن مفيش تعزيات سماوية فيبتدي يحس بآلام نفسية كأنها شكشكة العقرب لما يقرص الإنسان. لكن الإنسان المؤمن تعزيات الروح القدس بتغنيه وتشبعه وتعطيه سلام وتعطيه فرح وطمأنينة. ونلاحظ هنا الرمز في سفر الرؤيا إن الجراد بياكل الخضرة، يعني ما بيخش أي حقل أخضر بيخلص عليه، ما بيخليش فيه إلا كله خراب وهلاك يعني. لكن الجراد هنا ليس جرادا حقيقيا، ولكنه عبارة عن أفكار فلسفية تدمر حياة الإنسان. لكن بالنسبة لأولاد الله لا تؤذيهم، لأن الروح القدس يعلمهم كل شيء. يعني روح الله يعطينا حكمة وتمييز وإفراز، نميز الأفكار المهلكة والضارة ولا نقبلها ونرفضها. فذلك ذكر هنا أن الجراد بينتصر على من ليس لهم ختم الله على جباههم اللي هو الروح القدس. عشب الأرض هنا لما ذكروا ده بيتكلم بقى على المؤمنين المبتدئين اللي لسه صغيرين يعني في الإيمان. يعني شيئا أخضر دول بقى المتقدمين في الإيمان اللي هما أكبر نسبيا. الشجر بقى ده أصحاب القامات العالية في الإيمان اللي هما القديسين. كل هؤلاء لهم الروح القدس، لهم ختم الله على جباههم. يعطيهم إيه بقى الروح القدس؟ يعطيهم تعليم صحيح يعرفوا بيه، يعرفوا الصح من الغلط، يميزوا الآراء المضللة من الأفكار هكذا. الحاجة التانية يعطي تعزيات وسط ضيقات العالم. روح الله يعزينا ويعوضنا عن كل ما نفقده في العالم من أوجاع وألمات وصدامات وبسبب إيماننا، فيعوضنا ويعزينا ويفرحنا. ده سر الروح القدس بقى، سر الحيوية والخضرة اللي في أولاد الله. ولاد العالم اللي ملهمش الروح القدس يدبلوا زي العشب الناشف اللي يدبل، لكن الروح القدس يروي جذور الأشجار والنباتات. يعني المؤمنين الندى الرطب اللي يتساقط ده على الأوراق، فيجي الحر ما يأذيش النبات الأخضر، هو ده الروح القدس اللي يعزي أولاد الله. لا يقتلهم بل يتعذبوا، ضربات لا تقتل لكنها من أجل عذاب النفس، ضيقات شديدة ولكن بلا تعزية، زي حر الشمس كده لما يقع على نبات أخضر ويمص المية اللي فيه ويخليه يدبل ويصفر. واخدين بالكم؟ هنا الضربة دي ضربة فكرية، يعني ضربة حروب أفكار. واخدين بالكم؟ هتختلف عن الضربات اللي هتيجي بعد كده. طيب ليه بقى هنا ذكر 5 أشهر؟ ده عمر الجراد، يقولون الجراد عمره 5 أشهر، فيعني ده معناها إن الضربة دي لها زمن محدد هينتهي، مش على طول يعني. وده اللي شفناه برضو في بعض يعني مثلا الشيوعية لما انتشرت في قعدت 70 سنة وسقطت، انتهت يعني، عمرها محدود يعني. وخمس أشهر في 30 يعني 150 يوم، دول أيام الطوفان. لكن بعد الطوفان بدأت حياة جديدة بعد نهاية العالم. واخدين بالكم؟ وبعدين ذكر هنا أن كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. هنا العذاب مستمر والأنين مستمر، وده بنشوفه في شكوى غير المؤمنين. أما تقعد مع أي حد ما عندوش روح الإيمان تبص تلاقيه لازم يشتكي ومن أي حاجة، وتروح في الغرب تلاقيهم بيشتكوا، تروح في الشرق تلاقيهم بيشتكوا، تروح في أي حتة تلاقي الشكوى مستمرة. لكن أصعب حاجة بقى ما بيقول سيطلب الناس الموت ولا يجدونه. هنا بقى دي حالة الإنسان لما بتتبدل آماله وأمانيه ويفقد رجاؤه ويعيش بلا تعزية، مش قادر ينهي حياته، مش لاقي الموت، وفي نفس الوقت مش عارف يعيش سعيد في حياته.
ادي معنى ان هو يطلب الموت وما يلاقيهوش، واخدين بالكم؟ حالة الإنسان لما يعني يجد صعوبات قاسية في الحياة وفي نفس الوقت مش قادر ينهي حياته على الأرض، وما أكثر الصعوبات. وياما في حياتنا اليومية بنشوف صعوبات في الغلاء، في الأوبئة، في الأمراض الفتاكة، في الانفجار السكاني، في اختلاف البيئة، في الظلم، في عدم وجود فرص للعمل وللسكن والبدء حياة جديدة. طبعا يزود الحاجات دي ان لما يكون الانسان لا يؤمن بالحياة الابدية، يعني متخيل ان بعد الموت ما فيش حاجة، فيبقى بالنسبة له الامل في الحياة مفقود وما فيش رجاء في حياة جديدة، فيعيش الانسان في عذاب شديد جدا. عكس بقى الانسان المؤمن اللي مليان من تعزيات الروح القدس يعيش في صبر وفي احتمال، وربنا ما بيسمحش للإنسان أنه يهلك عشان يديه فرصة أنه هو يتوب. شبه خيل مهيئة للحرب، طبعا الخيل كانت هي أدوات الحرب في الوقت دوت يعني. وهنا بيوصف لنا حرب بيشنها الشيطان ضد الإنسان عشان يخرب عقله وروحه ونفسه. وبعدين وصف هذه الخيل أن على رؤوسها كأكاليل، ما قالش إكليل ولكن كأكاليل، يعني هنا في خداع، في وهم أنها منتصرة لكنها في حقيقة أمرها يعني دي خداع، يعني تزييف، مزيفة. وبعدين شعر كشعر النساء، شعر النساء علامة الجمال، فهذه الفلسفات أيضا منظرها يوحي تبدو جميلة. فلسفات الإلحادية والماركسية لما الناس تقراها وتدرسها تقول يا سلام، دي هتنصف الفقراء، دي هتزيل الظلم والأوجاع والأتعاب اللي الطبقة الكادحة عايشة فيها. لكن في حقيقة أمرها، تعالوا نشوف بقى حقيقة أمرها إيه، أسنانها كأسنان الأسود، يعني لها مظهر الحنان ولكن تخفي في باطنها وحشية وهي مفترسة، تجذب الناس بنعومة ولكن تفترسهم. فاللي بيرفض هذه النظريات ويستمر في إيمانه اضطهدوه وقتلوه. وبعدين اللي مشي وراهم ورا نظرياتهم الإلحادية عاش بلا رجاء. لها دروع كدروع من حديد، مرة تانية هنا بقى ما بيقولش دروع ولكن كدروع من حديد، فهي ليس ليها قوة بالفعل ولكن تبدو هكذا، يعني تبدو يعني زي ما كان زمان يقال عن الدول الشيوعية أنها دول الستار الحديدي، وبعدين فجأة انهار كل شيء، وقعت مرة واحدة كلها وتفكت، والكنيسة انتصرت في الآخر بعد صمود سنوات طويلة. وإزاي رجعت الكنيسة مزدهرة في هذه الدول مثلا، يعني ده مثال يعني. وجوهها كوجوه الناس، يعني ليها منظر التعقل والحكمة ولكنها ضربة عقلانية، يعني الناس اللي بيستخدمهم إبليس بيعملوا على نشر هذه المبادئ عنها أمل للإنسان في نظام اجتماعي منصف وعادل، ولكن وعن طريقه ممكن يستغنوا عن وجود الله. صوت أجنحتها، هنا بقى شنوا حرب على الكنيسة وعلى المؤمنين وحاولوا يغرقوا العالم بفلسفات شيطانية. لها أذناب كشبه العقارب، الذنب اللي هو الديل اللي في الآخر. فاللي يعيش في طريق يسلك في طريقها أخرته تكون يعيش في عذاب ويتلدغ زي لدغة العقرب بالضبط. لها ملاك الهوية اللي هو الشيطان يملك عليها ويأمره بأمره، اسم بالعبرانية وباليونانية أبدون وأبليون، والاثنين معناهم المهلك. فهذه الفلسفات ساد عليها اليهود وعلى الأمم على السواء، ولكنها كانت تعمل بقوة الشيطان. ف
فهكذا ده كان الويل الأول اللي هو البوق الخامس، وكله كانت حرب فكرية أطلقها الشيطان وضد البشر. وبكده انتهينا من شرح الويل الأول اللي هو البوق الخامس. أشكركم كتير، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نلتقي مع باقي الإصحاح التاسع.